ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده بقى انا عامله لكم جوله جديده حلوه قوي في سنتر درويش في شارع الجمهوريه المرج الجديده عند محطه القطر 23، وكمان محطه المترو بينه وبينها 5 دقايق بالظبط. يلا بقى اعملي لي لايك واشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني عشان اوريكم الحاجات الحلوه اللي عنده. وبجد عنده الاسعار حلوه قوي وبتبدا من 5 جنيه. هنا كده معانا البولات دي بتاعت الرز بلبن اهي، حلوه قوي، بواقي اكل رز بلبن جميله جدا بجد، ومعاها المعلقه بتاعتها وعامله 5 جنيه. بنات اي لون، في منها اللون البينك والاقوى والموف واللبني كمان ورا اهو. هنا بقى عندنا طقم الشاي ده حلو قوي برضو، 4 مع بعض كده كوبايات بالمعالق بتاعتهم بالطباق بتاعتهم بالسكريه، كمان عامل 41 جنيه بدل 45 و50 جنيه. البوله دي نفس السعر. بصوا يا بنات، في برضو من 21 التلاته مع بعض يا بنات، البوله المطوله دي عامله 21 جنيه برضو بالمعالق بتاعتها. تمام. هنا برضو معانا عصاره البرتقال دي عامله كام؟ حلوه قوي، 25 جنيه على فكره. الخامات هنا حلوه يا بنات، مش رخيصه يعني، في خامات في الاماكن بتبقى رخيصه. دي عامله 21 جنيه بتاعه البرتقال، عشان رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين. هنا برضو هنشوف الحاجات الحلوة اللي عنده دي، ده طقم التوابل الدوار ده عامل 49 جنيه. تمام. في طبعا منه اللون الموف واللون البينك، في منه الوان كتير قوي اهو، دي الكرتونة بتاعته هوريكو الوانها، الوانه حلوة قوي برضو. هنا بقى دي مخرطة الملوخية عاملة كام دي؟ مخرطة الملوخية دي عاملة كام؟ هيقول لكم على سعرها دلوقتي. عاملة 21 جنيه. عاملة 21 جنيه يا بنات، حلوه قوي برضو. دي كده بتمشي على الملوخيه، جميله قوي. هنا بقى معانا الملاحات دي اهي، فرداني ب 11 جنيه. هنا برضو يا بنات معانا الطبق اللي هي بتاعت التسالي دي، ده عامله كام؟ طبق التسالي ده خامته حلوه قوي. بصوا يا بنات ده ب 29 جنيه طبق التسالي اهو، طبعا في منه الوان واشكال. هنا دي عامله كام؟ قوالب التلج بتاعت قوالب كام؟ 40 جنيه. هي نوعها ايه؟ تركي، نوعها تركي يا بنات ب 40 جنيه، في منها الوان كتير اهي. هوريكم برضو حاجات تانية. طبق التسالي ده عامل كام اللي هو فيه الوان ده؟ ده عامل 39 جنيه يا بنات. ده عامل كام؟ ده 34. طبق تسالي برضو، ده طبق تسالي برضو يا بنات، هوريه لكم شكله جديد اهو، حلو قوي. حلو قوي زي سيرفيس الاكل كده برضو، ينفع اكل يعني. 9 وكام؟ 49 جنيه يا بنات، الوانه اهي كلها. ده منه الصغير، شوفوا لكم عامل كام؟ عامل كام ده؟ 25 جنيه يا بنات اهو، في منه برضو الوان كتير. بصوا بقى يا بنات، عنده الازاز الحلوه دي بالشلومو بتاعها ب 18 جنيه اهي. دي على فكره خامات يعني حاجات مستورده، وعنده بصراحه في السنتر حاجات حلوه قوي. دي عامله 18 جنيه، تنفع برده للاطفال تشرب فيها عصاير، حلوه قوي برده. والمج ده عامل كام؟ عامل 33. ده الحجم الكبير يا بنات مش الصغير، الاصغر منه شويه ب 29 جنيه. طب والمصفه دي، بصوا الوان المصفه دي حلوه قوي اهي، تنفع للمكرونه لاي حاجه تصفي فيها. هي مصفه كده وطبق من تحتها، بكام؟ ب 35. 45 يا بنات. دي تركي، الحاجات دي تركي يا بنات مستورده مش مصري، لان في برضو المصري بيبقى اقل شويه. انا بوريكم برضو ايه الحاجات التركي اللي عنده حلوه قوي. بصوا يا بنات الصواني دي حلوه قوي اهي، دي تركي، دي ب 13 جنيه يا بنات. وريني بقيتها كده، عندك مقاسات ايه بقى؟ في منها طبعا كل مقاس هوريه لكم دلوقتي، في منه اشكال. ده المقاس الثاني عامل كام؟ ده 23. ده 23، في منه برضو الوان، شوف الشكل ده كده، الشكل ده حلو قوي. الواحدة ب 23، حلوة برضو تفطري عليها تقدمي عليها اي حاجة يعني، بصراحة حلوة قوي. في اشكال تانية منها في الشكل ده، الشكل ده عامل كامل بيضاوي ده، بصوا حجمها قد ايه كبير، كم؟ 23 برضو دي يا بنات، حلوة قوي. في طبعا كل شكل بوريه لكم في الوانه. هنا الطبق ده عامل معانا كام؟ ده اللي هو بيخش الميكروويف، بكام؟ ب 15 جنيه يا بنات اي طبق من هنا اهو. طبعا دي الوانه كلها زي ما انتم شايفين كده. هوريكم برضو البوله دي، البوله دي مستورده
اهي بصوا عامله ازاي، بصوا لمعه البلاستيك. على فكره البلاستيك ده بيور مش المصري العادي، دي عامله 45 جنيه يا بنات. طبعا هو هنا عنده في السنتر بدايه من 5 جنيه. انت بقى هتيجي ان شاء الله هتشوفي الحاجه اللي تناسبك والحاجه اللي انت عايزاها، وكل حاجه ليها سعرها. وعنده هنا مكبس البرجر ده عامل كام؟ 35 جنيه يا بنات. مكبس البرجر حلو قوي برده، بيتباع ب 45 جنيه على فكره في اي مكان اهو. اوريكم برده حاجه تانية. هنا معانا الشفشق ده عامل كام؟ 30. ده ب 30 جنيه يا بنات، شكله حلو قوي وجديد وخامته على فكره حلوه قوي ب 30 جنيه. العلبه بتاعته اهي بيجي بالكرتونه بتاعته كده. هنا برضو معانا صواني الكب كيك وقوالب الكيك اهي، التلاتة دول عاملين كام؟ 150 التلاتة دول يا بنات مع بعض. وهنا الكب كيك ب 35 جنيه. وهنا معانا صواني البيتزا والبسبوسة عاملة كام؟ دي عاملة 117. تلاتة مع بعض ب 117 جنيه يا بنات. هنا بتاعة المعالق، صفاية المعالق عاملة كام؟ 25 جنيه بنات. طبعا في منها الوان، هوريكم برضو حاجات تانية. بصوا يا بنات هوريكم برضو حاجات مستوردة عنده حلوة قوي برضو لأي عروسة بتجهز. دوت بتاع التورتة اهو، طبق التورتة كبير، الازاز ده مستورد هو لسه بيقولي دلوقتي، تحطي عليه التورتة حلوة قوي. ده بعامل 85 جنيه يا بنات، حجمه كبير قوي على فكرة مش صغير. هنا برضو معانا الطواجن اهي اللي بتخش الفرن، دي بايركس اه. دي عامله كام؟ دي عامله 192. دي عامله 192 يا بنات. طب ودي؟ دي طواجن برضو. اي واحد هنا 192. ده كل الازاز اللي انا بوريه لكم ده كده حاجات مستورده. وهنا ده البايركس ده عامل كام؟ ده اللي بيخش الفرن ده عامل 190. 190 جنيه يا بنات، اللي هو بتاع المكرونه البشاميل واي حاجه بقى انت حباها. اتنين مع بعض، اتنين مع بعض ب 192 جنيه يا بنات. طقم السمك الازاز ده عامل كام؟ 81. تلاتة مع بعض بالحجم ده، ده برضو كل حاجة انا بوريها لكم اهي يا بنات، دي ماركات. طقم الكنك ده عامل كام؟ 208. 208 ده ماركته ايه؟ مستورد برضو؟ ده مستورد برضو يا بنات 208. هنا برضو التلات قوالب البايركس دول عاملين كام؟ 281. بصوا في الحجم ده وفي الحجم ده وفي الحجم الاكبر، التلاتة مع بعض 281. وبيخش الفرن برضو، يعني كل الحاجات اللي انا بوريها لكم دي بتخش الفرن. تعالوا بقى نشوف الطقم الحلو ده كده عامل كام. ده طاجن بالست بولات بتوعه بالحامل، عامل كام؟ عامل 272. سعره بصراحة حلو قوي، عنده اسعار هنا حلوة قوي. هنا حامل المجات ده عامل كام؟ ده عامل 143. 143 على فكره يا بنات، في هنا اسعار حلوه قوي وحاجات كمان تنفع هدايا العيد الام. ده الطقم ده عامل 350. 350 ست مجات بالحامل بتاعهم بالبراد بالطباق كمان 352. 352. طب وطقم الكاسات ده سته مع بعض كده الوان، بصوا الوان مختلفه، هي الوان اللي تحت كده هي اللي بتختلف، هيشوف لكم سعرها دلوقتي. بصوا يا بنات هو مش عارف سعر الكاسات لان المحل لسه جديد، يعني في حاجات لسه ما اتسعرتش. ده بصوا الطقم ده حلو قوي، يعني لفت انتباهي كده من ساعه ما دخلت، عامل 172 يا بنات البراد، ومعاه ست اطباق، بجد شكله حلو قوي. هوريه لكم، هوريكم شكل الطبق بتاعه كده جميل قوي اهو. بصوا شكله بجد حلو، لو حطيتيه كده في المطبخ فظيع، ومعاه ست مجات بالحامل بتاعه 172 جنيه يا بنات، بجد سعره حلو قوي. وده عامل كام؟ ده عامل 162. بس ده شكله رهيب، هوريكم اللون بتاعه التاني، في منه برده اهو على اللون البينك ده زيه برده نفس النوع 172 جنيه. الطقم ده بقى عامل كام؟ لو اي عروسه برده بتجهز حلو قوي. لا 840 يا بنات بدل 950. هو عامل عروض عشان عيد الام، ست اطباق كبار، ست اطباق وسط اهو، بصوا الطباق والاشكال بتاعته بجد حلوه قوي، معاها الحامل كده ست اطباق وست فناجيل وبراد وسكريه ولبانه، وهنا كمان سته للفناجيل، بجد حلوه قوي. يعني ينفع مثلا كتقديم هنا جاتو او اي حاجه حلوه، وهنا الفناجيل بتاعه الشاي والسكريه واللبانه والبراد. عنده حاجات هنا بصراحه في السنتر حلوه قوي وعجبتني. هنا بقى تعالى وريني الاسعار، الطقم الفناجيل ده عامل كام؟
312 يا بنات حامل وست فناجيل وست اطباق، وهنا 371 دي بولة والست بولات بتوع الشوربة والبولة الكبيرة اهي بالحامل بتاعها برضو. طقم السكاكين ده بقى عامل كام؟ 360. كل الحاجات اللي بوريها لكم دي يا بنات مستوردة مش مصري. مغمطيس التلاجة عندك اهو عامل كام؟ 7 جنيه يا بنات بدل 7.5 و10 جنيه في اي مكان. هوريكم برضو بقية الحاجة اللي عنده. بصوا بقى عنده مجموعة من الرفايح حلوة قوي. بصوا انتوا هتيجوا السنتر، طبعا انا لو قلت لكم كل حاجة فالفيديو هيقعد ساعتين، فهو انتوا هتيجوا هتتفرجوا زي ما قلت لكم، هو في شارع الجمهورية في المرج الجديدة على الطريق جنب محطة المترو، بينه وبين محطة المترو 5 دقايق. وكمان عنده شحن اللي داخل القاهرة اي مكان، عنده برضو توصيل، وهحط لكم رقم التليفون والعنوان في صندوق الوصف، علشان انا عندي في التعليقات مشكله فهسيب لكم العنوان في صندوق الوصف. لو حد برضو عايز يتواصل معاه ويطلب اي حاجه شحن يعني، هحط لكم الرقم تطلبوا اللي انتوا عايزينه. هنا برضو عنده علب الوطنيه اهي بجميع اشكالها وجميع احجامها، بتبتدي معانا هنا من اول 10 جنيه لغايه 20 جنيه اكبر حجم. هنا برضو ازايز المايه دي عامله كام؟ عامله 23 جنيه يا بنات اي ازازه. كوبايات دي اللي هي الورق 11 جنيه. ده مج، لا مش ورق، ده مج ولا ايه؟ بلاستيك. اه كوبايه بلاستيك الواحده عامله 11 جنيه. الواحده عامله 11 جنيه يا بنات. ثلاثه، طب قول لي من الاول، الثلاثه يا بنات عاملين 11 جنيه. على فكره ده مش ورق، ده بلاستيك، يعني الكوبايه بلاستيك. حلوه قوي برده شكلها شيك. تعالوا برضو نشوف حاجات تانية. العلب دي عاملة كام؟ دول التلاتة مع بعض، ده طقم العلب التلاتة مع بعض برضو بتخش الميكروويف، عاملة كام دي؟ هشوف لكم برضو سعرها. دي 47 جنيه يا بنات التلاتة مع بعض بيخش الميكروويف. طبعا في الوان كتير قوي واشكال. بصوا يا بنات عنده حامل التوابل ده اللي هو لسه نازل جديد، ده ب33، وفي الاكبر شوية ب45. في احجام، في منه 2 وفي 3 وفي 4، بس بداية هو 33 اللي هو الاثنين دول مع بعض. هنا برضو عنده عربيات كارفور اهي الصغيره والكبيره. دي الكبيره عامله كام؟ 40 جنيه يا بنات الكبيره، والصغيره عامله 39 جنيه يا بنات اهي الوانها كلها. هوريكم المبشره دي عامله كام. دي المبشره دي مستورده صح؟ 47 جنيه يا بنات، دي مستورده وحجمها كبير مش صغيره. ده ايه؟ ده بتاع البكوليات، ده خزين البكوليات عامل كام؟ اه ده 3 جوه بعض يا بنات، غسيل ايه تخزني فيه البكوليات ب61 جنيه. على فكره خامته حلوه قوي. تعالوا برضو نشوف صفايه الطبق دي اهي، مطبقيه دي حلوه قوي برضو، طبعا في منها الوان. عامله كام؟ يعني 85. 85 جنيه يا بنات. هي الوطنيه ودي عامله كام؟ دي 31. الوطنيه 31. حلوه قوي دي ب31. صفاية اطباق اهي يا بنات ب31 جنيه، انوالها بجد حلوة قوي. وهي صفاية المعالق برضو بجميع الوانها، هوريها لكم، في منها برضو اللون ده حلو قوي شيك. دي الكبيرة مش الصغيرة، دي عاملة 25 جنيه. بصوا بقى كل الرفايع اهي، المعايير واللمامة بتاعت الغسيل، حطيها في الغسالة كده، عاملة كام دي؟ دي لمامة الوبر عاملة 10 جنيه. وهنا المعيار ده عامل كام؟ هنا يا بنات بصوا عنده جميع انواع الرفايع اهي كلها، وكمان عنده يعني فوق الدور الثاني في الملابس برضو، هبقى اعمل لكم فيديو ليه حلو قوي برضو اعرفكم على اسعار الملابس. هنا بقى كل حاجه عنده، منشفه الطباق اهي دي عامله كام؟ هي 18. 18 جنيه بنات، اتاكد من السعر. 18 جنيه بنات اهي منشفه الطباق الكبيره مش الصغيره، بره بتتباع ب20 جنيه. هنا الثلاث فوط دول عاملين كام؟ دول حلوين قوي يا بنات برضو، انا جايبه منهم في المطبخ بجد حلوين قوي. اتفرجوا على كل جولاتي، انا بعمل لكم جولات حلوه وفي اماكن رخيصه، وبرضو عامله لكم فيديوهات مشتريات بكل الحاجه اللي انا بوريها لكم دي. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم وتكون جولتي كده خفيفه على قلوبكم. اشتركي في قناتي لو لسه ما اشتركتيش، وقولي لي رايك ايه في التعليقات، وهسيب لكم رقم تليفونه في صندوق الوصف عشان لو حد عايز حاجه اونلاين ولا حاجه هيوصلها له لغايه البيت. دي عامله كام؟ 5 مع بعض 26 جنيه يا بنات. اقول لكم دلوقتي كده يلا باي باي عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. مع السلامه، ما تنسيش اللايك. باي باي.